بسم الله الرحمن الرحيم. كان البحث حول كيفية إقامة حكومة 1,000,000,000 مسلم بإذن الله تعالى، وأن ذلك بحاجة إلى حركة إسلامية عالمية تتوفر فيها شروط. وقلنا إن ذلك إنما تبنى على أسس، الحركة تبنى على أسس حتى تنتهي إلى حكومة 1,000,000,000 إن شاء الله. والأسس هي التوعية والتنظيم وأصول الحركة العامة والسلام، وذكرناها في حلقات. وهذه الأيام نتكلم حول حلقات مرتبطة بالأساس الخامس، وهو الاكتفاء الذاتي. حلقات ذكرناها حول بعض خصوصيات الاكتفاء الذاتي، وهذا اليوم حلقة أخرى حول هذا الموضوع بنفسه، وهو أن يكون هنالك مقومات للاكتفاء الذاتي. والمقومات عبارة عن أمور: الأمر الأول تشجيع المنتج للبضائع الداخلية للبلاد الإسلامية، يعني أن الحركة تهيئ تشجيعا بمختلف أقسام التشجيع للمنتجين الداخليين، إنتاجا زراعيا أو صناعيا أو فكريا أو عمرانيا أو غير ذلك. فإن التشجيع له أثر بالغ في الكمية والكيفية للمنتجات الداخلية. الثاني التشجيع للمستهلك، يعني من يستهلك البضائع الداخلية في مقابل تركه للبضائع الأجنبية، هذا يجب أن يشجع بمختلف الوسائل والسبل. الثالث جعل التعاونيات بالنسبة إلى مختلف البضائع الداخلية، مثلا 1,000,000,000 مسلم على أقل تقدير نحتاج إلى 100,000 تعاونيات في مختلف القرى والأرياف والمدن، وهذه التعاونيات تستورد البضاعة من نفس البلاد الإسلامية وتبيع البضاعة لنفس البلاد الإسلامية بقيمة متناسبة توجب جذب المستهلكين إليها. الرابع صناديق الإقراض والاقتراض لأجل تشجيع البضائع الداخلية وترك البضائع الأجنبية. فكثير من الناس، الزراع، الصناع، المثقفون، المخترعون وغيرهم، يحتاجون إلى قروض وأموال بسببها يتمكنون من القيام بالبضائع الداخلية. فإذا كانت هنالك صناديق اقتراض وإقراض وأحيانا صناديق إعطاء رأس المال للذين هم ينتجون البضائع إذا كانوا فقراء، فإن مثل الخمس والزكاة وما أشبه يصرف قسم منها في هذا الشأن لتشجيع البضائع الداخلية
بالإقراض وبالتبرع ونحوهما، وهذا أيضا يسبب الحركة القوية في هذا الجانب. الخامس التنسيق، يعني لتكون مكاتب للتنسيق بين المنتج والمستهلك وصناديق الاقتراض والتعاونيات، فإن التنسيق أيضا يوجب أن تسير الأمور بسرعة مطلوبة وبنوعية مرتفعة حسنة. السادس الدعاية الكافية لأجل هذا الشيء من الكتب والمجلات والجرائد والإذاعات والتلفزيونات والملصقات واللافتات وغير ذلك، فإن للدعاية وبيان أن الاستعمار إنما يدخل بلادنا بأسباب ومن جملتها الاقتصاد، هذا الشيء له أثر فعال في التفات الناس حول مثل هذه الحركة، ويسبب الدعاية تسييرا للأمور على حسب ما يرام. إذا عملنا بهذه الأمور نكون قد خطونا خطوة في الاكتفاء الذاتي. وإذا راجعنا نحن تاريخ الإسلام، الرسول وعلي عليهما الصلاة والسلام بصورة خاصة، نراهم أنهم كانوا يهتمون بكل الأمور من الصغائر إلى الكبائر حتى تكون الكفاية الذاتية، وحتى أن الرسول وعلي عليهما الصلاة والسلام نراهما يعملون حتى الأعمال التي نعدها أحيانا صغيرة كالذبح مثلا، فالرسول بنفسه صلى الله عليه وآله وسلم نحر 100 ناقة في حجه وشرك عليا فيها، يعني كان الهدي منحورا بيد نفس الرسول. وكلنا نعلم أن الرسول ذلك اليوم رئيس 5 دول بالجغرافيا الحاضرة وبالحدود التي رسمت الآن: الحجاز، البحرين، الكويت، اليمن الجنوبي، اليمن الشمالي. لماذا يفعل الرسول هذا الشيء ومعه على بعض التواريخ 180,000 إنسان حجوا معه، وبعض المؤرخين ذكروا أقل من ذلك، لكن المهم أن الرسول كان يريد تعليم المسلمين الاكتفاء الذاتي، بأن يقوم المسلم بكل شؤونه. ويذكر أبو الفتوح الرازي في تفسيره المعروف حول زواج فاطمة الزهراء من علي عليهما الصلاة والسلام أنه لما قرر الزواج أهدى بعض الصحابة إلى الرسول إبلا، وأهدى بعض الصحابة إلى الرسول بقرة، وأهدى بعض الصحابة إلى الرسول شاة، حتى اجتمعت منها الشيء الكثير: آبال، أبقار، شياه. لما صار الليل وذلك قبل العرس، الرسول قال لعلي: يا علي، إنا نشترك في تهيئة هذه اللحوم، يعني حتى يطعمون غدا المسلمين. فأخذ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على عاتقه تفصيل اللحوم، وأخذ علي على عاتقه ذبح ونحر تلك البهائم. فكان علي عليه الصلاة والسلام يذبح الأبقار والشياه وينحر الآبال ويسلخ تلك الحيوانات عن جلودها، والرسول يقطع اللحم قطعة قطعة
واشتغل بذلك إلى الصباح، من أول الليل إلى الصباح، وفي الصباح انتهى الأمر. مما يتبين أن الآبال والشياه والأبقار كانت كثيرة. ثم أطعم الناس. هذا الحديث يدل على ماذا؟ مع العلم أن الرسول كانت له جمهرة كبيرة من المسلمين يستعدون أن يساعدوه في كل شيء. وعلى بعض التواريخ أن الصفة الذين كانوا فيها في المسجد كانوا زهاء 300 إنسان، هؤلاء بمنزلة الجيش الاحتياطي للرسول في كل شؤونه، في إرساله إلى الناس التعليم والتبليغ، في جلبه للناس لأجل قضايا، وفي سائر الشؤون، شؤون الدولة التي كان الرسول مكلفا بها، وشؤون الدين الذي أنزل على الرسول وأمر بتبليغه. ومع ذلك لا، نفس الرسول ونفس علي على مشاغلهم الكثيرة يقومون بالذبح والسلخ وتقطيع اللحم من أول الليل إلى الصباح. هذا يدل على أن الرسول يريد أن يعلمنا أننا يجب أن نكتفي بما عندنا، وأن نهيئ أنفسنا صناعيا زراعيا عمليا تجاريا عمرانيا، لأن نقوم بكل شؤوننا. ومن المشهور لدى الخاصة والعامة وفي الكتب وفي المنابر أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو وأصحابه قاموا ببناء المسجد وببناء الدور حول المسجد، في قصة طويلة معروفة. إن دلت على شيء فإنما تدل على أن الرسول يريد أن يعلمنا الاكتفاء بأنفسنا عن غيرنا. وفي قصة أخرى مذكورة في كتب الحديث حول زراعات علي عليه الصلاة والسلام، حتى أن في حديث أن عليا غرس 100,000 ناخل. إذا أردنا أن نلاحظ هذا الحديث من بعض جوانبه، لنفرض أن بين كل نخل ونخل يحتاج إلى مترين، فمعنى ذلك أن علي عليه الصلاة والسلام زرع 200 كيلومتر من الأرض. وتعلمون أن 200 كيلومتر مربع أو غير مربع من الأرض كم يكون مساعدا لانتشال الاقتصاد وترفيع مستوى الزراعة وما أشبه. ثم لنفرض أن عليا كان يزرع كل يوم 50 نخلة، لنفرض 50 نواة للنخل، معنى ذلك أن العمل يستغرق 6 سنوات على أقل تقدير في أيام ابتعاد علي عن الخلافة، القصة المشهورة. فالرسول يعمل هكذا في البناء وحتى في الذبح والسلخ وما أشبه، وتفصيل اللحم، الذبح في منى وتفصيل اللحم في قصة زواج الزهراء. وعلي يشترك في البناء، في الزراعة، في الذبح، في السلخ وفي غيرها. أليس معنى ذلك أن الرسول وعليا أراد أن يعلمانا، وكذلك سائر الأئمة الطاهرون، أن يعلمونا الاكتفاء الذاتي حتى لا نكون محتاجين إلى الأجانب، إلى الشرق وإلى الغرب، إلى اليهود وإلى المسيحيين وإلى غيرهم من المستعمرين. أما إذا كان هنالك يهودي أو نصراني أو مجوسي أو حتى من ليس من أهل الكتاب على رأي نراه وذكرناه في الفقه في كتاب الجهاد، أنهم إذا كانوا في بلاد الإسلام وكانوا مواطنين صالحين، أو كانوا في غير بلاد الإسلام وكانت لنا معهم معاهدة صداقة ومعاهدة عدم اعتداء على الشروط الشرعية في المعاهدة والذمة، فلا بأس بذلك كما ذكرناه في بعض أحاديثنا السابقة.
فالمهم أن نقوم بالاكتفاء الذاتي بالطرق السلبية بمقاطعة البضائع الأجنبية، وبالطرق الإيجابية بأن نسلح أنفسنا بالسلاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.